السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. واخيرا هعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا طلبتوها من زمان قوي عن الديم رولر. انا كان المفروض اعملها من اول الصيف، بس انا ما رضيتش اعملها في الصيف لان الديرما رولر بتقشر البشره والتقشير مع الصيف بيعمل سمور، فانا استنيت لحد الوقت المناسب. فالوقت المناسب عندك الوقت ده بقى من اول دلوقتي لنهايه الشتاء، تقدري تعملي فيه الديرما رولر والتقشير بانواعه وكل الحاجات اللي انت عايزه تعمليها لبشرتك تقدري تعمليها في الشتاء. البشره بتكون يعني مش معرضه للالتهاب زي ما بتكون في الصيف. فاول حاجه عايزه اقولها لك ان انا بجرب الديرما رولر دي وبستخدمها من حوالي 5 سنين تقريبا او حاجه زي كده. تقدري طبعا تتاكدي بنفسك، تدخلي القناه بتاعتي في اليوتيوب اللي اسمها ايمي عاطف، هتلاقي الفيديوهات انا عاملاها من زمان جدا. تقريبا اول حد عمل فيديوهات عن الديرما رولر في مصر كان انا. طبعا انا بقول لك الكلام ده علشان تبقي عارفه وفاهمه المعلومه اللي هتاخديها منين، لان انا للاسف لقيت بنات كتير جدا بتقول اي كلام بصراحه انا مش عارفه جايبينه منين. حاولي ان انت تاخدي كلامك من حد يكون جرب، مش هو تجربه ليه بس، لا ده جرب كمان عند اغلب الدكاتره يعني. فانا هقول لك النهارده التجربه بتاعتي كده بكل بساطه، بس هتكون مقسمه ان شاء الله لكذا فيديو. اول حاجه الديرما رولر بديل للليزر، للفريكشنال ليزر. تمام، فريكشنال ليزر بيشيل طبقات من الجلد قويه شويه، فبتعالج التجاعيد مثلا العميقه، لو انت عندك حفر، لو انت عندك بقع، لو انت عندك الكلام ده كله فريكشنال ليزر ممكن يعني يقضي على الحاجات دي يمكن من تاني جلسة او تالت جلسة. الديرما رولر هي البديل الارخص بتاعه. انت بتجيبي الديرما رولر كلها على بعضها ممكن دلوقتي بسعرها من 200 جنيه ل 300 جنيه، ما بتبقاش اغلى من كده. تمام، هي بكل بساطة عبارة عن ابر كتير كده جنب بعض متساوية، طبعا السنون بتاعتها بتعمل جروح في البشرة، فبعد كده بتعالج البشرة، بتحسن انتاج الكولاجين في البشرة، بتعمل جروح، لازم تنزل دم، لازم البنات اللي بتقعد تقول ان هي لا بتعمليها بالراحه وتعمليها مش عارفه ايه، الكلام ده كله ما بيجيبش اي نتيجه خالص. انا جربتها مع دكاتره كويسين جدا وكان وشي كله كان بيبقى عباره عن دم، بس طبعا بيبقى فيه بنج، فانا ما ببقاش حاسه احساس قوي ولا اي حاجه خالص. وبعديها فعلا بلاقي الموضوع اختلف. انا جربتها لوحدي وجربتها عند دكتور، بس انا انصحك لو انت عندك مشاكل في بشرتك قويه اعمليها عند الدكتور. والفيديوهات الجايه ان شاء الله هكلمكم اكتر بالتفصيل عن النقطة دي. الانواع بتاعتها هتلاقيها كتير جدا وكلهم لحد ما برضو يعني ينفعوا ان انت تستخدميهم، بس لازم تكوني جايبه برضو من حد موثوق، لان في نوع بندروب بيتباع بيبقى السرون بتاعته مش كويسه وما ينفعش نستخدمها للبشره، فانت هاتي من حد تكوني عارفه الحد ده هيجيب لك حاجه كويسه، او على الاقل روحي للدكتور خليه يوفرها لك حتى لو اغلى شويه. انا بتاعتي اول واحده اللي على اليمين خالص دي اول ديرما رولر كانت معايا، كنت جايباها من عند الدكتور وكانت يمكن من 5 سنين ب 350 جنيه. تمام، دي عندي واستخدمتها يمكن كتير جدا كانت معايا تمام تمام وكويسه جدا. ليه؟ لانها تيتانيوم. بصوا في نوعين في الديرما رولر، واحده تيتانيوم وواحده ستانلس. فبصي انا انصحك نصيحه لله هاتي التيتانيوم. ليه بقى؟ هما الاثنين واحد وما فيش اي مشكله، بس التيتانيوم يعني على البشره بتكون مش زي الستانلس، مش بتعور البشره قوي، بتكون لحد ما مش بتوجع قوي زي الستانلس، بتكون ناعمه شويه فبتكون افضل. تمام، لكن الاثنين واحد ومفيش اي مشكله، وكمان التيتانيوم بتعيش فتره اطول. اوكي، الديرما رولر بكل بساطه هي دي، تقدري تجيبيها من اي مكان زي ما قلت لك. انا جبت الانواع الجديده اللي هما الاثنين الذهبي والثانيه برضو لونها اس، واحده للجسم وواحده للبشره، بس الذهبي نوعها مش زي الانواع التانيه، هي حاميه شويه، السنون بتاعتها بعيده عن بعضها، فانا لسه هسال الدكتور بتاعي عنها الاول، لان بصراحه كانت بالنسبه لي مفاجاه ان هي السنون بتاعها تكون بعيده عن بعضها وتكون قويه كده. بس انا شفتها كتير قوي عند الدكتور، بس انا مش عارفه هي هل نفس السنون دي ولا السنون التانيه العاديه دي. كده الديرما رولر بكل بساطه. الفيديو الجاي هقول لك ازاي تعملي فيه تنضفي الديرما رولر، حتى لو انت بتروحي لاحسن دكتور في مصر انت برضو اللي هتنضفيها، يعني انت سواء بتعمليها لنفسك في البيت او سواء بتعمليها عند دكتور انت المسؤوله عن الديرما رولر بتاعتك وتنضيفها وتعقيمها. اوكي، ده اللي ان شاء الله اقوله لك في الفيديو الجاي، فانتظري الفيديو الجاي واشوفك على خير ان شاء الله. مع السلامه.